السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا أحباب، أتمنى يا رب تكونوا بألف خير إن شاء الله. أهلا بكم مع أحمد صالح وبحكاية شغف وبلقاء جديد ومتميز وإضافات حديثة وممتعة وجميلة. بلقاء اليوم رح نقدم لكم 50 انتقال نصي، وهو بنفس الوقت انتقال ما بين الفيديوهات أو الصوريات، فلطفا وحبا وكرما من حضراتكم ضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات ونعمل مشاركة لهذا الفيديو. وأيضا إذا كنت ضيف جديد على قناة حكاية شغف منتشرف فيك، اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك من أحمد صالح ومن حكاية شغف كل جديد. ويلا مباشرة لحتى نبدأ بلقائنا الجميل والممتع لهذا اليوم. بكم يا أصدقائي مرة تانية بلقائنا الجميل لهذا اليوم. مثل ما تكلمت في مقدمة الفيديو، معنا اليوم حزمة انتقالات نصية مش نجراف، عبارة عن قوالب جاهزة راح نتعلم على كيفية التعامل معها ضمن برنامج أدوبي بريمير. راح تشوفوا بوصف هذا الفيديو رابط راح ياخذكم إلى قناتنا على التليجرام لتحميل الملف المضغوط مثل ما هو مباشرة. نقوم بالنقر بمفتاح الماوس الأيمن عليه ومنتوجه إلى إكستراكت، يعني فك الضغط، ومن ثم بنحصل على المجلد يلي بيتضمن معنا الإضافات. رح نفوت للمجلد ونشوف في عندي مجلد الإضافات، هذه عبارة عن 50 تمبليت مثل ما أنا شايفين رح نضيفها إلى برنامج أدوبي بريمير. أنا كنت مجهز البرنامج مثل ما أنا شايفين، رح أبدأ ب يعني إنشاء بعض المشاهد، ولكن هي من صوريات فقط لا غير. هذه عندي صورة وهذه عندي صورة تانية، ممكن أعمل يعني بعض الحركات عليها، ومننتقل إلى الإفكت كنترولز ومنفعل إضافة الإنيميشن أو الحركة. بداية خلينا نأخذ سكيل، يعني وناخذ مساحه لليسار شوي، يعني ربما يكون مثلا بهذا الموضع، وبجيب انقل مؤشر الى النهايه ومنضيف كي فريم بهذا المكان. ممكن نعمل شويه حركه معانا بهذا الشكل، اذا حبيت يعني نرجع شوي للخلف، ايوه، وليكون بهذا الشكل، تمام. طيب بغض النظر نحن عن تعليمات الحركه، لكن بحيث ما تكون الصوره ثابته وجامده 100%. الفكره الان انا بدي اعمل انتقالات، خلني انا ارجع لهون الى الصورة الثانية، او عفوا الى الصورة الاولى، بحددها وبجي بحدد الموشن، بختار كنترول زائد سي، بجي الى الصورة الثانية وبجي بحدد الموشن، بختار كنترول زائد في عشان تعمل نفس الحركة. ممكن انا اعمل عكس لبداية ونهاية الحركة، تمام، بهذا الشكل. ممكن نشغل بالبداية ونشوف معنا الحركة بهذا الشكل. الفكرة الان كيف ممكن اضيف الانتقالات يلي حضرناها لكم بهذا اليوم. منتوجه الى قائمة الويندو مباشرة ونقوم بتفعيل خيار Essential Graphics، ومن ثم بننتقل الى المجلد يلي موجود فيه كل هذه الانتقالات. بقوم بالتحديد بهذا الشكل Ctrl زائد A، وبنقر مع السحب واسقط بنافذة Essential Graphics لحتى يتم اضافة كل هذه العناصر. أو إذا حبيت تأخذ بعض الانتقالات ممكن تحدد 2 3 4 اللي أنت محتاجهم وتضيف العناصر بدك إياها، إذا بدك ما تضيف ال 50 انتقال. خلني أتوجه الآن وأبحث عن الترانزيشن بحرف التي، ننزل للأسفل، تمام، هذه حرف التي، وهذه الانتقالات مثل ما أنا شايفين عندنا بحدود ال 50 انتقال. الفكرة بكل بساطة بجي باخذ أي انتقال وبنقر بالسحب عليه، بضيفه إلى التايم لاين بهذا الشكل. بعد ما يتم تحميله إلى البرنامج بنقر عليه وبتوجه إلى الإيديت عشان نبدأ بعمل التعديلات عليه.
بعد ما فتح الإيديت مثل ما أنا شايفين، خليني أضع المشيرة بهذا المكان، ممكن أعدل النص، خليني أكتب أحمد وليكن على سبيل المثال، يعني النص المراد عرضه بنقر بأي مكان، ممكن اختيار نوع خط معين، ممكن تبدأ ب يعني تعمل انزياحات للخط، تمام؟ يعني سواء كان يعني للأعلى والأسفل، يمين ويسار، أنت اللي أنت محتاجه. ممكن تحسين تعمل عملية ضبط كاملة للنص بهذا الشكل. منلاحظ أنه كاتب لي بين الخيارات تكستو أو سلوغان نص إضافي هو مش موجود على الشاشة. هذا الموضوع بإعدادات السيكوانس، لما سحبت الصور كان السيكوانس بأبعاد أعتقد مختلفة، يعني 1920 مش ب1080، فخلني أجي وعملها 1080 دقة الفول اتش دي وأعطي أوكي، وبنعطي أوكي مرة تانية. موضوع الصور ممكن أرجع يعني إعادة ضبط المرة التانية إذا حبيت، نفس الشيء الصورة التانية، طالما أنها موضوع من الشاشة فما في عندي مشكلة إطلاقا. بنكر باليمين على التأثير أو على الانتقال، وبتوجه إلى Set to From Size، فبنلاحظ أنه أصبح معنا ملء الشاشة مثل ما أنا شايفين بالضبط يا أحباب، تمام؟ هذا هو الانتقال بهذه الجمالية. موضوع السلوغان بجي لعنده وبعدل، يعني بضيف كلمات، بزيد كلمات، يلي أنت محتاج تضيفه ممكن أنك تضيفه، وممكن تعدل بنوع الخط، ممكن تختار بولد أو عريض، ممكن يعني توسع بالحجم، وممكن تشتغل أيضا بالبوزيشن، يعني يكون أعلى وأسفل، يمين ويسار، تحدد ما تشاء باختيارك لموضع السلوغان أو الوصف. ونكبر حجم الخط شوي مثلا ويكون معنا بالمنتصف، تمام، ويكون وليكن مثلا بهذا الشكل على سبيل المثال. موضوع الألوان، أنت كمان عندك الحرية المطلقة باختيار نماذج الألوان، يعني على سبيل المثال ممكن اختار هذا اللون بدل اللون الأبيض، خلني اختار وليكن عندي مثلا هذا اللون، تمام، وبدل هذا اللون خلي يكون عندي، أنا نزعت الرسمة تمام، وليكن معي مثلا بهذا الشكل. خلني أنا أضع يعني مارك إن بهذا المكان، وبجي بختار مارك أوت بهذا المكان، أضغط على مفتاح الإنتر عشان أعمل ريندر فقط لهذه الحتة، وهي مش رح تطول معنا، أنا بس حابب أنكم تشوفوا التأثير بشكل كامل كيف أصبح معنا. لما انتهى رح يكون الانتقال معنا بهذه الجمالية. طبعا أنت عندك الحرية الكاملة بموضوع المدة الزمنية، بحيث أنك تنكر باليمين وتتوجه إلى السبيد، بدل 100 خليها مثلا 200 أو خليها مثلا 50 عفوا، يعني النصف. فملاحظ هو ايش قام بعملية مد للمدة الزمنية للتأثير، يعني طول معي المدة الزمنية للتأثير بنفس الشكل. خلني اعمل ريندر سريع ونشوف اذا كان طولنا المدة الزمنية للتأثير كيف رح يشتغل معنا على هذا. لكن طالما انه هو انتقال فما بيجوز يكون في عنا، او مش جميل يكون في عنا انتقال بطيء جدا جدا، يعني يكون الامر منطقي نوعا ما. هلا رح نشوف التأثير بعد زيادة المدة الزمنية لألو. وبنفس الطريقة أنت بتستخدم الآن من 50 انتقال عندك يا حديث واحترافي، ممكن تستخدم أي شيء وتعدل عليه بنفس الطريقة تماما. الأمر جدا بسيط، عندك ألوان ونصوص وبوزيشن وفقط لا غير. مثل ما أنا شايفين أصبح الانتقال الآن أكثر جمالية، أنه تم عرض الانتقال بطريقة جميلة وبسيطة وسرعة معقولة ومنطقية، وعرض النص والسلوغان والألوان وكل شيء واضح. أتمنى إن شاء الله أكون قدمت لحضراتكم الشيء الجميل والنافع واللائق فيكم كالمعتاد. فتكرما لا تنسوني من تفاعلكم والدعم، وترزوا عني كل خير، ودمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.